يا مساء السعادة عليكم. متواجدين وين؟ في الظهران إكسبو، المعرض السعودي الدولي للبناء والتصميم الداخلي، مستمرين إلين 1 ديسمبر. اليوم أنا جاي خصيصا إلى شركة لورينزو، شركة متخصصة في المطابخ والخزائن الخشبية، بالإضافة عندهم تصميم داخلي. طبعا ما شاء الله تبارك الله، لورينزو غنيين عن التعريف، عندهم 3 أفرع، فرع في الأحساء وفرع في الدمام وفرع بسيهات طريق الخليج. اليوم في تغطيتنا راح نشوف الفخامة والإبداع في عالم المطابخ والأعمال الخشبية. نقدر نقول وراء كل منزل فخم، وراء كل منشأة تجارية فخمة بديكورات جميلة، لورينزو. ومعنا الأستاذ طارق، مدير معرض سيهات. يعطيك العافية أستاذ طارق. أهلا فيك يا هلا. أستاذ طارق، تعطيني فكرة عن الأعمال اللي تقدموها؟ والله إحنا بننفذ الأعمال الخشبية بشكل عام، متخصصين بالمطابخ وخزائن الملابس، وحالياً في عنا شركة تصميم داخلي اللي هي نوفيلا، بتهتم بالأعمال الخشبية وتنفيذ الأعمال الخشبية الكاملة بالبيت. فنقدر نفرجيكم أعمالنا كلياتها، من مطابخ وخزائن ملابس وغرف النوم وحتى الكوفي كورنر والستاند تي في، وكل الأعمال اللي بتخص الأعمال الخشبية كلها موجودة عند لورينزو، وننفذ لك إياها بكافة الكفاءة، بكامل الكفاءة وبكافة الإمكانيات الموجودة بالمنطقة الشرقية كاملة. جميل جدا، أنتوا وعدتوني بخصم قوي. أبشر من عيوننا ثنتين، في عندك خصم 30% نهاية العام وخصم 5% إضافي لعيونكم. حبيب قلبي، الله يعطيك العافية. يلا نشوف التغطية سوا. هذا المطبخ طبعا عندهم تصاميم كثيرة إلى المطابخ، بالإضافة أي تصميم حابنا العميل عندهم تصميم وتنفيذ. ما شاء الله تبارك الله والإبداع. هذه الأدراج، شايفين كيف طريقة التقسيم حق الملاعق، الشواك، السكاكين، وهذا بيفتح بالضغط. يا سلام. طبعا المفصلات يعطون عليها ضمان مدى الحياة، والأعمال الخشبية والخشب ضمانها 10 سنوات. يا سلام، شوفوا كيف استغلال المساحات في التصاميم حقهم، ما شاء الله والإبداع. يا سلام، من جد يا جماعة إبداع. حلو، هذه البهارات والسكاكين عشان تكون عند قريبة من الشغل. حلو. هذه الأدراج، شايفين كيف طريقة التقسيم حق الملاعق، الشواك، السكاكين، وهذا بيفتح بالضغط. يا سلام. طبعا المفصلات يعطون عليها ضمان مدى الحياة، والأعمال الخشبية والخشب ضمانها 10 سنوات. يا سلام، شوفوا كيف استغلال المساحات في التصاميم حقهم، ما شاء الله والإبداع. يا سلام، من جد يا جماعة إبداع. حلو، هذه البهارات والسكاكين عشان تكون عند قريبة من الشغل. حلو، نكمل معاكم باقي المطبخ. طبعا الأخشاب المستخدمة كلها أخشاب ألمانية وإيطالية، بشكل عام كل الأخشاب المستخدمة أخشاب أوروبية. شوفوا الإبداع في المطابخ، جزء منه مخفي وجزء منه مفتوح. شوفوا الجمال يا جماعة والإضاءات، من جد يا جماعة شي فخم. توزيعة حلوة مرة عجبتني في هذا المطبخ. شوفوا يا جماعة كيف، شوفوا الارتفاع. طبعا بالإضافة إلى الإضاءات الجميلة وطريقة الحفظ والتخزين، طبعا ابتكروا طريقة حلوة مرة عجبتني حق الزوايا، يعني حتى الزوايا مستغلينها. من جد يا جماعة إبداع. لورينزو موفرين أسطح جديدة من شركة سابيون ستون، من أفخم وأرقى الشركات في عالم الأسطح، وعليها ضمان كم؟ عليها ضمان 25 سنة. وبالنسبة إلى الصيانة وخدمة ما بعد البيع راح تكون دائمة مدى الحياة. يلا وننتقل على الخزائن. طبعا الخزائن ما عندهم شيء ستاندر، كل شيء تفصيل حسب رغبة العميل، طريقة التخزين، طريقة التوزيع، طريقة الإضاءات، استغلال إلى المساحات.
شوفوا يا جماعة كيف الإبداع هنا، كيف تحطون الإكسسوارات حقكم. شوفوا الفخامة، فخامة الإدراج مع الإضاءات. شوفوا حق الشوزات، من جد يا جماعة لورينزو الإبداع في عالم الخزائن والأعمال الخشبية. اللي لفت انتباهي ان الدرج، شوف السماكة حقه 18 ملي كامل الدرج، طبعا جاي هيدروليك والمفصلات جاية بلت ان مخفية. يا جماعة شوفوا كيف الإبداع، شو الجمال هذا. عجبتني الحركة هذه، شايفين الخزانة اللي صورناها هذه جاية كبارتيشن بين غرفة الملابس وغرفة النوم، يعني نفتحها من الجهتين. هذه غرفة النوم، مرة عجبتني حركة جديدة، يعني أول مرة أشوفها. يعجبك لورينزو عنده إبداع في طريقة التصاميم البديعة حقه. هذه طبعا هذا السرير، شوفوا كيف هذا من تصميم وتنفيذ لورينزو، حركة جديدة يا جماعة. شوفوا الفخامة، شوفوا الإضاءات، شوفوا التفاصيل الهندسية. شوفوا يا جماعة التفاصيل الهندسية الجميلة في هذا السرير. مرة عجبتني فكرتها، ممكن تستخدمونها تسريحة، ممكن تستخدموها مكتب، مرة حلوة. أيضا هذا من تنفيذهم اليونت تي في، طبعا مرة عجبني الحرف اليو اللي هنا، نفس حرف اليو اللي صورناه قبل شوي هناك، يعني كده تحس كأنك في فندق. وهذا الكافي كورنر نفس الحركة حرف اليو، فجاي التصميم كده جميل بثيم واحد. إن شاء الله استمتعتوا معنا بالتغطية. طبعا اليوم افتتاحهم هو يصادف عيد ميلادهم الخامس، مرور 5 سنوات على لورينزو، فراح يكون في خصم 5% للي بيجي يزور المعرض، بالإضافة لل30% اللي عاملينها خصم إلى نهاية العام.